هجيبها لكم الاخر كده حسام حبيب نزل اغنيه طلعت لحنها مسروق الاغنيه اتشالت من اليوتيوب عشان لحنها مسروق لقينا شيرين بتغنيها واللي بيصورها هو حسام حبيب انا ممكن اقفل الفيديو على كده يعني <applause> خلاص يا جماعه انا مش فاهم رجوعهم كل واحد رجع باغنيه اغنيه الدهب لذيذه وكل حاجه وكويس ان عادت يعني شيرين كدابه حلوه الستايل بتاع حسام حبيب على فكره حسام حبيب تقيل أوي جامد جامد يعني بس يعني هل الارتباط انا ما بحبش ان انا اتكلم في حاجه شخصيه عمري ما دخلت في حاجه شخصيه فنيه يعني بس هل الارتباط ده يعني اضرهم اكتر ما فادهم فنيا اكيد فنيا اكيد وش يعني الاتنين ما بيشتغلوش هل هل رجعوا هل اصلا ما اتطلقوش هل كل ده حوار وجهه نظري لا شيرين ولا حسام حبيب على فكره محتاجين جو الترند وان هم يقولوا كده عشان مش عارف ايه بس انا مش فاهم حاجه يعني في فيديو طلع انه وهي بتغني انه اللي بيصورها حسام حبيب اصلا فانا مش فاهم يعني ما ايه الحكمه من دي ايه الفكره من دي اتمنى الاثنين يرجعوا فنيا معرفش بقى يرجعوا متجوزين رجعوا مطلقين هم مش مج... معرفش بس الموضوع بقى مستفز قوي يا جماعه وايه فكره انه حسام حبيب ينزل اغنيه لحنها مسروق بالملي <applause> يعني مش مقتبس ده ده, ده واخدها ايه؟ يعني واخدها تك تك ف آه غريبه جدا معرفش يعني مين ال... مين اللي بيدير الاعمال دي بي... مين اللي بياخد اغنيه مسروقه يحطها وبعد كده تتحذف انتوا عارفين اتحذفت يعني هي مسروقه رسمي أه بعد كده نلاقي شيرين بتغنيها ازاي متغنيها بعد كده ناخد بالنا انه في في الريفليكشن بتاع ال بتاع المرايه حسام حبيبي هو اللي بيصورها يا جدعان الجو ده المهم يعني كان نفسي اطلع اتكلم على اغنيه حسام حبيب ولكن ما لقيتهاش <applause> لقيتهاش على اليوتيوب ولقيت حد تاني وكل احترام لكل الناس ولكن انا ده بشوفه عبس كتير قوي يعني خلينا ننهي كده ايه الفيديوهات الفنية قبل او الغنائية قبل قبل رمضان عشان رمضان في معمعة جامدة اتمنى اكون يكون عندي وقت اعمل كل ده لان عندي شغل يعني عايز اقول لكم انا بشتغل من 12 ل 14 ساعة حاليا دلوقتي وبحاول ان انا اسجل اكبر عدد من الفيديوهات ليكو عشان الواحد برضه يشارك رأيي معاكم ونتشارك الاراء انا بحب ده قوي وده الكونتنت اللي انا بعمله انا بقول رايي في حاجه وبحب اسمع رايكم ده اللي كان عندي النهارده قولوا ايه رايكم في الاغنيه ما اعرفش بقى اللي اتسرقت ولا انهي فيهم بس قشطه يعني قولوا ايه رايكم في موضوع شيرين وحسام حبيب يعني ما تنجزوا يا جدعان في ايه ما اعرفش تنجزوا تعملوا ايه بس تعملوا حاجه جديده يعني ده اللي كان عندي النهارده اشوفكم في فيديو جديد سلام